المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة نجحت بشكل كبير خلال الفترة اللي فاتت، خصوصا بعد ما الدفعة الأولى خلاص استلموا عملهم في مدارسهم بإجمالي 350 مدير مدرسة. الوزارة امبارح أعلنت عن فتح باب التقدم للمسابقة في الدفعة الثانية من المبادرة لانتقاء الأكفأ من الشباب اللي بيمتلك رؤية وأدوات التطوير التعليمي والإداري في المدارس. هنروح مع حضراتكم لقراءة وافية عن الدفعة الثانية من المبادرة، نستعرضها مع حضراتكم من خلال ضيفنا الموجود معنا عبر التطبيق زوم دكتور تامر شوقي الخبير التربوي. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ يمانة، صباح الخير يا استاذ الشاذلي، صباح الخير على كل مصر، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. في البدايه لو نعرف منك يا فندم رؤيتك لثمار نجاح المبادره الرئاسيه لاختيار 1000 مدير مدرسه بعد ظهور واختيار الدفعه الاولى. طيب دعونا نتفق ان الدوله المصريه في اتجاه لتعيين 1000 مدير مدرسه جديد من الشباب الكفء والمتميزين، هو بيتسق مع رؤيه مصر 2030 ومع توجه الدوله المصريه لتمكين الشباب. لو احنا بصينا نظره اكبر لهذا الموضوع هنلاقي هنا المنظومه التعليميه بتتكون من اكثر من عنصر، وان الدوله المصريه على الرغم مما تواجهه من تحديات وضغوط الا انها تهتم بتطوير العمليه التعليميه في جميع جوانبها او جميع عناصرها، مثلا عنصر المناهج في تطوير المناهج قائم، عنصر المعلم، فخامه الرئيس اصدر قرار بتعيين 150 الف معلم بواقع 30 الف معلم خلال 5 سنوات. طيب عنصر الاداره هو ده اللي احنا شغالين فيه من خلال المبادره الرئاسيه لتعيين 1000 مدير مدرسه، وزي ما حضراتكم قلتوا من شويه ان المبادره دي كان فيها مرحلتين، المرحله الاولى كانت في شهر نوفمبر من العام الماضي وتم تعيين 350 مدير من الشباب وبالفعل استلموا اعمالهم وفي متابعه ليهم ولافكارهم من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بالاضافه لكده في يا فندم دلوقتي الدفعه الثانيه اللي هي هيعينوا فيها ان شاء الله 325 معلم اللي هي مستمره او تم فتح باب التقدم ليها الى يوم 27 فبراير الجاري. طيب المسابقه دي يا فندم بتتميز بان هي ليها اكثر من جانب. اول حاجه ان هي بتغطي جميع محافظات الجمهوريه، مطلوب من كل مديريه يا فندم ان هي ترشح 15 معلم من اكفأ معلميها. طيب خلي بال حضرتك المديريه ديت لازم ال 15 معلم دول يغطوا جميع الادارات التعليميه في كل مديريه. عظيم. بالاضافه لكده اللي هم راعوا التوازن بين عنصر النساء وعنصر الرجال بحيث ان هنا يبقى في توازن بين الاثنين. طيب المسابقه ديت خلوا بال حضراتكم احنا علينا في الاداره المدرسيه في مصر من العديد من جوانب الترهل خلال الفتره الماضيه. لو حضرتك رحت اي مدرسه او حضرتك رحت اي مدرسه هتلاقي مدير مدرسه من الناس كبار السن اللي هم بتعاقبهم معوقات سواء صحيه او معوقات في الاداره نتيجه لفكرهم الاداري القديم، فبالتالي تنبهت الدوله المصريه الى هذه النقطه وبدات تعيب ومجموعه من الشباب. دكتور تامر كان دايما بنلاقي ان مدير المدرسه كان مدرس في هذه المدرسه وكبر في السن وتقريبا بيختاروا اعتقد يعني ان هو اكبر الاعضاء سنا او اكبر المدرسين يتولى هو اداره هذه المدرسه، لكن احنا دلوقتي عندنا فكر جديد عايزين ننفذه، عشان كده هسال حضرتك ايه هي المعايير اللي على اساسها بيتم اختيار هؤلاء الشباب عشان يحدث تغيير في شكل اداره المدرسه؟ طيب هو هنا يا فندم ده سؤال جميل جدا، هنا تغيير يا فندم في تعيين الشباب اللي احنا بنراعي فيه كذا عنصر، اول حاجه يا فندم الشباب دول سنهم من 35 ل 40 سنه، ثاني حاجه يشترط فيهم اللياقه الصحيه والبدنيه والنفسيه والذهنيه، ثالث حاجه ان هم يكونوا من ناحيه العمليه ان هم شغلوا مثلا منصب وكيل مدرسه فبالتالي عندهم خلفيه عن الجانب الاداري، كمان يا فندم لازم الشباب دول المتقدمين يكونوا عندهم المام بالاتجاهات الحديثه او المعاصره في القياده، بيبقى عندهم فكر ثقافي وفكر للتطوير الاداري قوي جدا. طب هل الكلام ده بنقول كلامه خلاص؟ لا يا فندم، الكلام دوت من خلال ان الشباب دولت بيعدي من خلال مجموعه من الاختبارات النفسيه والعقليه والعمليه القاسيه اللي بتمر بيها اختباراتهم. مثلا اول حاجه يا فندم بيتم عقد مقابلات ليهم في كل مديريه من خلال لجنه مشكله من مدير المديريه ووكيل المديريه ومدير عام التعليم العام في المديريه ومدير عام الموارد البشريه ومدير عام اللي هو الشؤون النفسيه. طيب بعد ما ينجح فيها يا فندم بيخش اختبار ثاني قاسي من خلال لجنه مشكله في وزاره التربيه والتعليم. بعد ما يجتاز هذا الاختبار بيخش يا فندم اعداد او اسبوع للتدريب التاهيلي في الوزاره. وفي احدى الجهات المتخصصه او المختصه اللي بتتمتع بسمعه انضباطيه عاليه في الدوله هي اللي بتتولى بعد كده اختيار الناس. بعد ما نختار
مجموعه معينه من الشباب المطلوبين ان هم يتمتعوا باعلى درجات الكفاءه العلميه والاداريه والنفسيه والجسميه بيبداوا يخشوا معسكر او اعداد تاهيلي لمده 6 شهور. الناس اللي بيثبتوا منهم او بيقدروا يتجاوزوا هذه الفتره بيحصلوا على دبلومه في الامن القومي وفي المعايير الاداريه. فبالتالي هنا دي مجموعه من المعايير ومجموعه من المحكات اللي من خلالها بنمكن جيل جديد من الشباب اللي هم عندهم وعي اداري، عندهم ناحيه صحيه لياقه نفسيه قويه ان هم يخشوا في مجال الاداره وان هم يطوروا المدارس ويطوروا المنظومه التعليميه. وخلي بال حضرتك دولت نواه التطوير الاداري للمدارس على مستوى مصر. خلي بالك احنا عندنا حوالي 49,000 مدرسه، احنا بنطمح ان شاء الله من خلال نجاح هذه الفكره وهذه المبادره ان هو يكون في مبادرات ثانيه بحيث ان الشباب يتمكنوا من اداره جميع المدارس في مستوى مصر ان شاء الله. شكرا جزيلا للدكتور تامر شوقي الخبير التربوي.